الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نجتمع اليوم في ندوة حول التبرع بالخلايا الجذعية، أهميتها وطريقتها يلقيها على مسامعكم الدكتور محمد المحمدي، دكتور متخرج من جامعة الملك عبد العزيز بعام 2003، ويشتغل في مستشفى الملك خالد بالحرس الوطني، ومبتعث إلى جامعة دلهاوزي، تخصص أمراض الدم وبنوك الدم وزرع الخلايا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا أخ فاضل وشكرا للحضور الكريم على حضورهم وتشريفهم، والشكر موصول للشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عمنا أبو زينب الله يحفظه على إتاحة هذه الفرصة ودعمه للحملة اللي نقوم فيها حاليا، وأتمنى أنه يكون الكلام اللي راح أتكلم فيه اليوم عن موضوع الخلايا الجذعية والتبرع فيها مفيد للكل إن شاء الله،
ويقدم فائدة لنا كمسلمين وكبشر صفة عامة، ويقدم صورة جيدة لمجتمعاتنا ولثقافتنا اللي تركز حاليا على ثقافة الموت والقتل والذبح. نحن نتكلم عن ثقافة الإحياء ونستلهم قول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في الموضوع اللي أتكلم فيه اليوم بمشيئة الله يمثل هذه القيمة اللي مفقودة للأسف في حياتنا، وكثير مننا ما يعرف عنها الكثير. فاسمحوا لي أني أبدأ، وممكن أترك الأسئلة في النهاية إن شاء الله إذا أحببتم. طبعا كمدخل للموضوع نتكلم عن موضوع الخلايا الجذعية، نعرف ما هو، أين توجد الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية توجد في نخاع العظم. نخاع العظم أو باللغة الإنجليزية البون مارو هو المادة الموجودة داخل تجويف العظام الطويلة في الناس البالغين، وموجود في عظام الحوض. وظيفته الأساسية أنه موجود في الخلايا الجذعية التي في النهاية تنتج خلايا الدم، اللي هي كما يعرف معظمكم أو كلكم إن شاء الله، اللي هي الخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. طبعا النخاع هنا يأخذ دور المصنع، المكان الذي يتم فيه تصنيع الدم بصفة عامة. الخلية الجذعية هي الوحدة الأولى أو البذرة أو الخلية الأم اللي مسؤولة عن إفراز كل هذه الخلايا. تحرك بسرعة، نستعجل. طيب، فخلايا الدم الحمراء هي تحتوي على مادة الهيموغلوبين. وظيفة الخلايا الدم الحمراء أنها تنقل الأكسجين والغذاء إلى أنسجة الجسم. خلايا الدم البيضاء وظيفتها الأساسية هي الدفاع ضد الميكروبات. والصفائح الدموية هي زي اللبنات أو الروكس أو الحجار اللي تقفل مكان الجروح وتمنع أنه سيلان الدم. فبمعنى أنه إذا شخص عنده نقص في الصفائح الدموية، إذا حصل له أي جرح أو جراحة أو كذا، الطريقة اللي الله سبحانه وتعالى وضعها في الإنسان أنه يتوقف النزيف ما تكون تعمل بشكل صحيح، فينزف بكميات كبيرة وقد ينزف إلى الموت والعياذ بالله. فيظهر من ذلك أنه الحياة بدون إفراز أو بدون إنتاج لهذه المكونات اللي هي خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح لا يمكن أن تكون الحياة تستمر. فهذه مكونات رئيسية، يعني باللغة الإنجليزية يقول لك أنه اللي ما عنده هذه الإنتاج it's incompatible with life، يعني الحياة لا يمكن تستمر. وبالتالي بعض الأشخاص اللي يكون عندهم نقص في إنتاجها لسبب أو لآخر يكون عندهم اعتماد على تلقي مثلا أكياس الدم التبرع، يعني يأخذون من أكياس الدم ويحصل لهم تعويض لهذا الشيء، وكذلك الصفائح الدموية. طبعا خلايا الدم البيضاء صعب جدا أنها تعوض، بنوك الدم ما تحتوي بشكل روتيني على خلايا دم بيضاء لأن طريقة نقلها وحفظها أصعب منك، ولكن هذه لا ينبغي أنها تكون وسيلة مدى الحياة لأنه أضرارها كبيرة جدا. بمعنى أنه إذا شخص يحتاج إلى هذه المكونات لا يمكن أبدا أن يكون أسلوب أنه يستمر مثلا شهور أو سنوات يعتمد على تلقيها. إذا ما هي زراعة الخلايا الجذعية؟ هي تجميع الخلايا الجذعية اللي هي البذور، وأنا أحب أستخدم تشبيه البذرة لأن البذرة هي أنت تضع بذرة في الأرض وتنبت في اللي هو في المشابهة اللي احنا نستخدمها الآن اللي هي النخاع العظم. البذرة هذه إذا توفر لها الجو المناسب تنتج لك شجرة كاملة. الشجرة هذه تعطيك أنواع مختلفة من الثمار، فإذا البذرة الواحدة مسؤولة عن عدد كبير جدا من الثمار. ففي هناك أشخاص لتعذر عملية الإنتاج
في هذا المصنع اللي هو نخاع العظم بشكل طبيعي لهذه المكونات الرئيسية التي لا تستمر الحياة بدونها، يحتاجون إلى التبرع بالخلايا الجذعية. فكما أنه في أشخاص عندهم نقص في الدم حاد مؤقت مثلا لحادث سيارة أو جراحة، أو امرأة مثلا عندها ولادة ونزفت كمية، يعوض بشكل مؤقت الدم عن طريق يعني نقل الدم. ولكن في هناك أشخاص عندهم مشكلة في التصنيع اللي تكلمنا عنها، في النخاع العظم وفي كمية الخلايا الجذعية. إذن من هو الذي يحتاج إلى زراعة الخلايا الجذعية؟ بعض الأمراض مثل طبعا أشهرها هو سرطان الدم أو المسمى باللوكيميا، والأنيميا الحادة وهي الأبلاستيك أنيميا، وسرطان العقد الليمفاوية للليمفوما، وبعض أمراض الدم الوراثية. طبعا اللي منكم يسمع عن الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، وصل يعني ولازلنا في مرحلة زي ما تقولوا في البدايات في مسألة زراعة الخلايا الجذعية للسكل سل وللوكيميا المنجلية. نفذت في أمريكا في عدة مراكز. طبعا اللي منكم يعرف عن هذه الأمراض، هي أمراض فعلا مؤذية جدا ومتعبة للشخص. الشخص اللي مصاب بالأنيميا المنجلية يعني تقريبا تجده في المستشفى باستمرار العالي من آلام شديدة، ويحتاج نقل دم بشكل مستمر، ومشاكلها لا تعد ولا تحصى. طبعا تطور الطب، يعني المصاب بالسيكل سيل والثلاسيمي كان في السابق ما يتجاوز عمره 40 سنة بأي حال من الأحوال. الآن الحمد لله فيه مجال للتطور، ولكن زراعة الخلايا الجذعية بما أنه عنده الخلية المنجلية أو الثلاسيمية، خلايا الدم الحمراء تنتج في المصنع بشكل غير جيد، يعني زي ما تقول منتج لو استخدمنا تشبيه المصنع والمنتج، المنتج يكون تالف أو فيه عطل فما يؤدي الوظيفة بشكل طيب. فأنت تحتاج أن تعطيه خلايا جذعية سليمة من شخص، وتأخذ تجرف التربة اللي هي اللي عنده النخاع، وتعطيه خلايا جذعية جديدة تنبت وتعطيك منتج جيد. يعني هذه النظرية بصفة عامة، وطبقت في أمريكا في بعض الدول وأعطت نتائج جيدة، وقضت يعني على المرض، أصبح إنسان يعيش بشكل يعني طبيعي. وطبعا حتى على مستوى المجتمعات تكلفة الرعاية الصحية لمثل هذه الأمراض عالية جدا، فهذا يعود على الفرد وعلى الجماعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بتطور الطب وبتطور الوسائل التي نستخدمها في العلاج. وأتوقع أعتقد يمكن من أكثر السيناريوهات اللي يمر عليكم موضوع زراعة الخلايا الجذعية هي أمراض الدم السرطانية، من لوكيميا أو من الليمفوما. فربما يمر عليك الموضوع أنه فلان عنده لوكيميا ويحتاج يزرع خلايا أو يزرع الخاع أو كذا، وأنه دوروا بين أشقائه حتى يجدوا شخص مطابق ويأخذون منه ويزرعون منه. فيمكن هذه أذكر أنا كنت طفل وكان لي ولد عم الله يرحمه توفى، ولد عمه وكان مصاب بالسرطان أذكر، وطلبونا جميعا حتى يشوفون إذا في شخص مطابق، العائلة كلها، لكن ما كان في أحد مطابق، توفى الله يرحمه. فكيف نحصل على الخلايا الجذعية؟ مصادرها ممكن عن طريق نخاع العظم، زي ما قلنا سابقا أنه مكان وجودها هو في النخاع، فبالتالي أكثر منطقة متاحة لسحبها من الخلايا من النخاع هو منطقة الحوض، لأن منطقة الحوض في الخلف تكون العظام مسطحة بشكل معين، فتدخل إبرة بشكل معين، يكون الشخص مخدر وفي غرفة العمليات وتسحب. الشيء الثاني اللي هو من 20 سنة، طبعا احنا نتكلم عن أمر بدأ من 50 سنة زراعة الخلايا الجذعية، طبعا كان في الشكل الأول اللي هو نخاع العظم أكثر شيء. تطور العلم ووصلنا إلى مرحلة أنه نسحبه من الوريد عن طريق زي مثل مسألة التبرع بالدم، ويتم هذا عن طريق أنك تعطي أدوية منشطة للنخاع تخرج الخلايا الجذعية من النخاع وتجري في مجرى الدم بكميات كافية أنك تسحبها عن طريق الوريد. في أجهزة حديثة تقوم بسحب الخلايا الجذعية اختيارياً داخل الجهاز، وتسحب الى يعني الى كيس، وبقيه يعني
مركبات الدم من بلازما من خلايا دم حمراء ترجع للشخص المتبرع، فيتم سحب اختياريا فقط الخلايا الجذعية. الشيء الثالث اللي هو الأحدث، الحبل السري. وجد، وهذا طبعا من قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الحبل السري يحتوي على خلايا جذعية ونوعيتها جيدة بالنسبة للأشخاص اللي ما يجدوا ماتش أو شخص مطابق بسهولة، لأنها خلايا بكر، فما فيها جهازها المناعي ما راح يهجم على الشخص اللي بيستقبلها، فبالتالي تعطيك مجال أكبر بالنسبة للأشخاص اللي ما لهم مطابقين. كثير من دول العالم بدأت تعمل خلايا جذعية، ومنها كندا. قبل أقل من شهور يعني بدأ البنك الوطني الكندي للخلايا الجذعية من الحبل السري، وزرته قبل أسبوعين في عاشوراء، زرته في أوتاوا، ورأيت كيف يعني يجمعونها من المتبرعين ويعملوا لها، طبعا يعملوا لها فرزنة طريقة علمية وتوضع في فريزرات إلى أن يجي شخص محتاج مثلا وما فيه له شخص مطابق. طبعا فتحت مجال كبير الخلايا الجذعية من الحبل السري، وخصوصا انها من يعني عندك خيارين، اما ان الحبل السري هذا يرمى في النفايات، او انه يتم استخدامه لاحياء نفس مشيئه الله. طبعا في بعض الدول الحبل السري هذا تاكله البس او الهره بعض المستشفيات. قابلت في احد الدول العربيه شخص طبيب نساء ولاده، فكان يقول كنت في اذا طلعنا وقطعنا الحبل السري نرميه وتجي يبدو أنه لذيذ سبحان الله. فهذه صورة تبين شخص، هذا شخص متبرع بالخلايا الجذعية. هذه تقريبا 80% من الحالات لا يتم سحبها من النخاع إلا في حالات نادرة جدا، قد تكون يعني طبيا مطلوبة لسبب أو لآخر، ما في داعي للتوغل في الموضوع. وعادة تكون من شقيق، يعني إذا مثلا شخص قالوا له والله أنت شقيقك محتاج، ونفضل أنها تسحب بهذه الطريقة، تدخل العملية تسحب، عادة ما يعني ما يمانع أي شيء لإنقاذ حياة شقيقه. بالنسبة للمتبرعين اللي هم الموجودين في السجلات، اللي غير يعني اللي يسموه الراندوم أو اللي موجود في السجل، عادة عنده الحق أنه يشترط الطريقة اللي يتم فيها. طبعا يفضل من الناحية الطبية ومن الناحية الأسهل أنه يتم بهذا الطريق. زي ما تشوفون فيه مدري البوينتر، نسيت كيف، البوينتر يا شباب، بس بعد شيء الدائرة. عموما تشوفون الشخص موصل بالجهاز، هذا الجهاز يسحب الدم ويتم معالجة الدم في نفس اللحظة، يسحب تسحب الخلايا الجذعية إلى كيس يمكن ما هو باين بس في الأعلى، ويرجع باقي الدم إلى الشخص. وزي ما تشوفون الشخص مبسوط ومكيف ما عنده أي مشكلة. فعادة هذه تكون الجلسة تكون حوالي من 4 إلى 5 ساعات، يجي الشخص من بيته يتبرع بهذه الطريقة، قد يحتاج جلسة أخرى ثاني يوم، يجي ثاني يوم يتبرع. الأعراض الجانبية طبعاً مهمة، إن إحنا ما يعني ما نريد إن إحنا نصور الموضوع، إنه لكن أنت فكر في الأمر، عندك كفتين، كفة فيها إنقاذ حياة إنسان، إنقاذ فعلي، يعني هذا الشخص في مرض مميت، والله يحمينا جميعاً من السرطان، وإن شاء الله ولا أحد منا ولا أحد يعني يتعرض لهذا الشيء، ولكنه مكتوب الآن. أمس جاني خبر أن أحد الأخوة من الجالية الإسلامية منوم في المستشفى بهذا المرض يعني اللعين، وشاب يعني في مقتبل العمر ووحداني عايش هنا في هاليفاكس ويشتغل على تاكسي، ويعني ترزق الله وفجأة. فهذا الإنسان معرض لهذه الأمور يعني ما يخفى عليكم. فهذا الأعراض الجانبية قد تكون قليل من الصداع، الغثيان، ألم في العظام بسيط يوم يومين ويروح، ولكن عندك في الكفة الأخرى إنقاذ حياة إنسان. وأنا من الأمور اللي بعض الأحيان أذكرها للترغيب، أنه
أتمنى يعني من الأخوة الحضور اللي منكم تساهم مساهمة فعلية في إنقاذ حياة إنسان، مثلاً زي اللي إحنا نشوف مثلاً زي في سيل أو في كذا ناس مثلاً بيغرقون، أنقذتم واحد يعني بيغرق في بحر وأنقذته، واحد سيارته محترقة وطلعته، ما أدري ممكن الواحد بس بطريق رفع الأيدي، إذا شخص ساهم في إنقاذ حياة إنسان فعلياً في حياته يرفع يده لو تكرمتم. جزاك الله خير. ممكن تحكينا عن التجربة باختصار؟ باختصار هي عملية شخص واحد أطلق عليه نار ونقلوه إلى المستشفى، وكان بحاجة إلى كمية من الدم وما لقى النوعية اللي يريدها من المستشفى، فاتصلوا بي وشاءت الصدف إنه يرهم عندي سبحان الله، فأعطيته أول شيء البطل الدم الأول، فكان الظاهر وين راد له أكثر. الدكتور قال لي أنت مو يعني ما تقدر تعطي أكثر. قلت له وش يصير إذا أعطي القنينة الثانية؟ قال خاف تصير دوخة. قلت له هاي مو مشكلة، المهم ننقذه بأسرع وقت وخل أبقى أنا عندكم يعني أرتاح بيها. وبالفعل قدرنا يعني أعطي القنينة الثانية بس وراء بعد نصف ساعة يلا أخذ من عندي، وشاءت الصدف ورب العالمين رحمه ونقذنا حياته. الله يجزاه خير. هذا صراحة شيء يعني فرصة كبيرة للإنسان، يعني أنا أعتبرك من السعداء بإذن الله إن الله سبحانه وتعالى كتب حياة. الآن للأسف إحنا ثقافة الموت وثقافة القتل يعني أصبحت سائدة، وأصبحت هي الصورة اللي تطبعنا أمام الناس، يمكن حتى الناس الآخرين ما يصدقون إن إحنا يعني بشر مثلهم نتبرع ونعمل أعمال خيرية وكذا، فهذه فرصة عظيمة. دكتور صارت حالة عندي هي من وراء، تعودت إنه كل فترة أروح على المشفى أتبرع، فكنا دا نحكي نتكلم نفس الموضوع قبل نص ساعة جوا سبحان الله، فقلت لهم أنا بس بسوريا يمكن متبرع صار 12 قنينة دم ما شاء الله، كل ما تصير معارك ومدري إيش أروح للمستشفى العسكري أتبرع. الله يجزاك خير، هذا سلوك جميل. يعني التبرع بالدم، احنا نتكلم عن التبرع بالخلايا الجذعية، هي ثقافة التبرع صعبة عندنا، يمكن الأشخاص اللي مثل حضرتك أو أشخاص مرت فيهم تجربة شخصية، لكن اللي أرأيته وأنا مثلا أنه في الدول العربية بدون ذكر يعني أسماء عادت الناس يتهربون من مسألة التبرع حتى لو كان له قريب، لأنه ما عندنا بنوك وطنية، فبعض الأحيان إذا دخل الشخص المستشفى يتعاملون معك بالدم على أنه رصيد، مثلاً مريضك استعمل 4 أكياس دم فيطلبون من أقارب أنه يجون حتى يتبرعوا، يعني مروج عنها أنه خطرة يقول لك صحيح تسحب من المتبرع احتمال هو هم يموت صحيح، فهذا خلل من الثقافة عندنا كأطباء وكمهتمين صحيح، أنا شفت هذا الشيء، فيخافون وتحصل إنسان طويل عريض وقوي وصحة طيبة طبعا اللي شفته أنا هنا اشتغلت في الكنيديان بلاد سيرفيسز، جلست تقريبا يمكن لا يقل عن سنة معاهم، وجدت شيء غريب، يعني وجدت أنه الشخص إذا لسبب أصبح غير قابل للتبرع، يعني هم من ضمن الأشياء يعملون اختبار في البداية يشوفون الهيموغلوبين أو كذا، إذا كان هو متبرع بشكل اعتيادي وقلت له ما تقدر تتبرع يحزن حزن شديد، يعني ويحاول يعني يقول ليش وكذا وأنا أقدر وكذا، ما نقدر يعني طبيا ما يمكن، فاستغربت يعني قلت إحنا أولى بهذه الأمور، يعني أولى بأن إحنا نكون عندنا هذه الثقافة، ولكن إن شاء الله أن نستفاد مع الوقت. طبعا في بعض الدول للأسف حتى ثقافة التبرع بالدم بعض الإجراءات الرسمية تكره الناس فيها، فأذكر أنا في بعض الدول من غير ذكر أسماء أنه كان شرط لحصولك على رخصة المرور تتبرع، تروح تتبرع تجيب شهادة أنك تبرعت بالدم، فصار أنه يعني كانها عقوبة وكانه فاين، يعني سوريا ما يعطوك إجازة السوق لما تجيب تبرع صحيح، فهنا ما يحتاجون يجبرون الناس، والله هنا بعض الأحيان نتصل في الكنيديان بلاد سيرفيس إذا كلمت الشخص وقلت له أنت ما تقدر تتبرع يكون في قمة الحزن، يعني شفت شخص والله دمعت عيونه لأنه يعتقد أنه هذا الوسيلة اللي يقدم فيها خدمة للمجتمع. تمام. فالمهم في نرجع للموضوع، فإن هذه عملية التبرع فالأعراض الجانبية قليلة جدا وما تحصل عند الكل، وإذا حصلت هي محدودة التأثير، وهذا الشخص شاهد شوفوا مبتسم مبسوط مكيف ما. هذا بكندا لازم
هذا ما بيطلع رخصة. فعندنا ثلاثة مبادئ رئيسية للتبرع: السرية مكفولة للشخص المتبرع والشخص المتبرع له. هذا في حال احنا نتكلم على شخص متبرع لشخص ما يعرفه، بمعنى التسجيل بمشيئة الله اللي حيكون عندنا يوم الأربعاء القادم يوم 26 نوفمبر في مسجد الأمة الساعة 7 مساء. الشخص إذا سجل تحفظ معلوماته. التسجيل عبارة عن 10 إلى 15 دقيقة من الأسئلة، وينتهي ببكل سواب اللي هو مسحة من الفم. هذه المسحة يعمل فيها تحاليل معينة تبين الجزيئات المعينة اللي يتعرف عليها الجهاز المناعي، يعني تتعلق بالمطابقة بين الشخص والشخص الآخر. إذا وجد شخص مطابق وأنت أمل الوحيد، يتصلون فيك وقتها يقولون لك أنت شخص مسجل، نحتاجك تكون متبرع، هل تعطينا كونسنت، تعطينا موافقة نهائية؟ والخيار لا زال لك. إذا قلت نعم يبدأون يكملون معاك العملية اللي حنجي عليها. إذا قلت لا انتهى الموضوع، يعني ما في إجبار في الموضوع. ففعليا أنت تقوم طبعا التطوع هو عمل تطوعي وهو عمل مجاني. وبالنسبة للعمل التطوعي، يعني العمل التطوعي يعني بمعنى آخر أنه ما في مقابل. إيش رأيكم أنه في ألمانيا اكتشفت قبل أسبوع وتأثرت أيضا، يعني إلى أي درجة الثقافة، المتطوع في ألمانيا يدفع فلوس، يدفع حوالي 180 دولار لأن الفحوصات هذه المسحة وكذا اللي يعني، وعندهم نسبة عالية جدا من التبرع، عندهم يعني سجل كبير جدا. يعني في هنا في كندا في هاليفاكس بالتحديد العام الماضي صار 20 حالة، منها 8 حالات جاء المتبرع كان من ألمانيا. فهذه أيضا ثقافة كبيرة جدا، يعني شيء. وأنا أتوقع أنه هذا الخلل منا، يعني أنا أحاول أني أبين الشيء هذا وزملاء لنا يحاولون يبين، لأنه إحنا أهل خير، يعني أهل فزعة، يعني إغاثة الملهوف هذه كلها ثقافة عندنا، ولكن نحتاج أن نوصلها بشكل كافي. زي ما ذكرنا لا توجد مضاعفات أو مخاطر يعني كبيرة من عملية التبرع، خصوصا بالتبرع عن طريق الوريد. والتبرع يكون عن طريق سحب الخلايا، مشابه لعملية السحب في بنوك الدم. طبعا السحب في بنوك الدم نوعين، اللي منكم تبرع في بنوك الدم يعرف أن السحب فيه نوع اللي هو على جهاز معقد اللي هو يسموه الأفريسيس، يسحب مكون واحد مثلا، يسحب صفائح فقط أو يسحب بلازما. وفي سحب اللي يسموه الهول بلد، ياخذون الدم كله الكيس كامل هم يفصلونه بعدين. هي داخله موضوع البنوك الدم اصبح اقرب للبرودكشن، اقرب للصناعه. فانت عندك تارجت، وش في عندك نقص من الشيء الفلاني تركز عليه وهكذا. يعني ممكن الشاهي واقف كل نجي لموضوع المطابقه. تسمعون دائما في أي مجال فيه زراعة، سواء كلى أو هذا، أنه هذا الشخص مطابق أو غير مطابق. بالنسبة للخلايا الجذعية عندنا أهمية المطابقة أكبر من أي عضو آخر. ليش؟ لأن الخلايا الجذعية تطلع لك، تكلمنا الخلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء هي الجهاز المناعي المقاومة. الجهاز المناعي الله سبحانه وتعالى حط فيه من التعقيدات، طبعا لا يمكن بشر يصل إلى كل مكوناته، ولكن هي الفكرة باختصار أن الجسم جهازنا المناعي مهيئ لمقاومة أي جسم غريب، من بكتيريا، من سرطان، من كذا. فبالتالي أنت إذا أعطيت شخص خلايا جذعية لازم يكون الشخص هذا مطابق. هو عبارة عن عملية خداع لجهازه المناعي، حتى أنت تقول له ترى هذا أنا ماني غريب، أنا نفس الشيء، أنا مطابق لك. ما يصير الشخص المستقبل يهجم على الخلايا الجذعية القادمة على أساس أنها جسم غريب ويحاول يقاومها. كيف يكون الشخص مطابق؟ ما في بوينتر، صحيح؟ فاضل ما في بوينتر، ليزر بوينتر
هذا كان شغال من تحت بوينتر من تحت وين ها شغال دش على هذا هو ممتاز شكرا خفاض. من الأسس اللي يعرفها معظمنا أنه المادة الوراثية عند كل إنسان هي اللي تحدد كل مواصفاته من شكله من لونه من كل شيء. طبعا نصفها موروث من الأم ونصف موروث من الأب. فخلنا نأخذ هذا كمثال، هذا أم وأب، طيب هذا الأب وهذه الأم. الأم كمان والأب كل واحد أخذ نص من أبوه وأمه، فعندك أنت هذا كل واحد نصين. جيت أنت كشخص تمام، أنت ناتج النص هذا بالتحديد اللي هو الأزرق والنص هذا من الأم، حلو، الجزء العلوي، يعني أخذت هذه النصين، حلو. لكن عندك احتمالات أخرى، شوف هذا مثلا أخوك أخذ هذا النص يشاركك فيه زين، لكن النصف الآخر أخذ هذا، حلو، وبالتالي يطلع عندك كذا احتمال. لكن انت مثلا عندك شخص مطابق واحد، وهذه هي النسبة عادة، لان انت عندك اربع احتمالات، فنسبة وجود الشخص المطابق 25%. واضح ولا نوضح اكثر في الموضوع؟ فهذا النسبة الافتراضية 25%، بمعنى اذا عندك اربع اخوان احتمال كبير يكون منهم واحد مطابق. اذا عندك اخ واحد صعب ان يكون مطابق يعني بالاحتمالات. و إذا عندك 20 أخ بتحصل أكثر من واحد إن شاء الله بمشيئة الله، إلا إذا أنت عد منحوس مقروض فهذه مسألة المطابقة. طبعا الشخص المطابق، أفضل شخص متبرع هو شقيقك المطابق، ولكن عرفنا منطقيا أنه الكثير لن يجدوا الشقيق المطابق هذا. ومن هنا كل دولة لازم يكون فيها سجل للمتبرعين، هذه هي سبب وجود سجلات المتبرعين. هناك 20 مليون متبرع حول العالم موزعين على 60 تسجيل وطني في كل الدول. أبو زينب الدول المتطورة. نعم أنا استخدمت قبل فترة الدول المحترمة، أبو زينب تعرفون سياسي فيحاول أن يبعدني عن المشاكل السياسية، فقال لي لا يا ابني قول الدول المتطورة لا تقول دول محترمة، يعني معناها في دول غير محترمة فنقول الدول المتطورة اللي تهتم بمواطنيها وتهتم بقيمة الحياة عندهم التسجيل. في كندا موجود 300 ألف، والآن حنجي على بعض النقاط. اشتغل البوينتر ما عاد يشتغل. حلو. طبعا أول سجل للمتبرعين بدأ في السبعينات في لندن، والآن احنا نتكلم على 64 سجل حول العالم. بعضها في الدول، أتوقع في الولايات المتحدة في أكثر من تسجيل، يعني تعرفون نظام الولايات مختلف. في كندا لأنه نظام ناشونال كل شيء يعني تحت مظلة وطنية ففي تسجيل وطني. بالنسبة للعالم العربي أول سجل للمتبرعين موجود في الحرس الوطني في الرياض، ويضم آلاف يعني محدودة، وإن شاء الله يتوسع ويصير أكبر. يمكن من الأسباب اللي أخرت هذه الأمور أنه العوائل عندنا أكبر، يعني في الغرب عموما تحصل العائلة تحتوي أخ أخين ثلاث، فالاحتمال أقل، فالاحتياج للسجلات أكبر. عندنا يمكن الأسر أكبر فكان الاعتماد ممكن أقل، ولكن هذا ما هو عذر، لأنه نحتاج في أشخاص راح يكونوا محتاجين، نحتاج للتوسع في الخلايا الجذعية وبنوكها، لأنه تطور العلم في هذا المجال في مجال أمراض الدم. يعني زمان كانت تعتبر أمراض قاتلة، الآن نجد ناس يعيشون 10 20 25 سنة، نشوف كثير من الناس يعيشون بعد الإصابة إذا حصل العلاج الجيد. هذا هو البرنامج الوطني في كندا اسمه One Match Program. لو تلاحظون معظم صورهم وأشياءهم الدعائية تعتمد على صور لإثنيك بيبول، يعني واحد أسود واحد صيني واحد، يعني مرات يحطون واحدة بحجاب، يعني يركزون على هذا الشيء وحنتكلم ليش.
طبعا المعلومات اللي الى 2013 اعرضها على حضراتكم، حوالي 317 الف شخص مسجل، عدد المراكز اللي تعمل زراعه في كندا 18، عدد الاماكن اللي يسحب فيها الخلايا الجذعيه من التبرع 10، عدد الانترناشنال ريجستريز يعني اللي في حول العالم اللي تتعاون معاها كندا 69، حوالي 21 مليون شخص حول العالم. طبعا نسبتنا منهم تقريبا زيرو، احنا مشغولين بامور اخرى. وهذه بالنسبه للامبراك الكورد اللي هي الحبل السري، موجود حوالي 580 الف حول العالم متاحه. هذا من الويب سايت الكنديان بلاد سيرفيسز في الون ماتش بروجرام، كاتبين انه رايت ناو there is a special need for ethnic males 17 to 35 years old. طبعا زي ما تكلمنا سابقا عملية الفحوص وانك تدخل انسان في الريجستر هي ما هي مجانية، فلذلك انت تركز وين عندك نقص. اذا عندك فئات موجود منها الكثير ما في داعي انك تكرر منها. البيض زي ما تشوفون الكوكيجين، وهو لفظ يعني أنا حاولت إني أفهم، كوكيزيان يعني من القوقاز، والقوقاز معروف إنه في آسيا يعني، في لكن يبدو إنه أصل الإنسان الأوروبي من هذه المنطقة، فهو يطلق في الكتب العلمية في كذا كوكيزيان، معناها مرادفها إنه ينتمي إلى أصول أوروبية. طيب هذول يسكنون 75% ويمكن أكثر. خلينا نشوف مثلاً، هي مقسمة عن طريق العرقيات البول في كندا. اللاتين أمريكان كم يجون 0.5%، الساوثن ايجيان 0.8%، الفلبينو، جابانيز، العرب والوست ايجيان. طبعا الوست ايجيان هذول عندك من تركيا الى روسيا مع العرب، نسبة اقل من يعني اقل من 1% بالنسبة لكندا. إذن في النهاية هو السؤال المطروح، لماذا أسجل كمتبرع؟ وش يعني ماذا أستفيد أنا شخصيا، وماذا أستفيد المجتمع والإنسانية بصفة عامة؟ نحن كأشخاص تنطبق علينا المطلوب، الشيء المطلوب من الكنديان بلاد سيرفيسز. إحنا إثنك بمعنى أن إحنا معنا أصولنا أوروبية. عادة الشخص الذي يستفيد من تبرعك يكون غالبا يعني 90% من الحالات هو من نفس العرق التي تنتمي إليه. بمعنى إذا شخص منا لا سمح الله من أحد الموجودين موجود وأصيب بمرض، وهذا حصل يعني في شاب سعودي حصلت له قبل سنتين كنت، وهذا من الأشياء اللي شجعتني أني أهتم بالموضوع، حظه السيء أنه أصيب بمرض اسمه بلاستيك أنيميا، يحتاج زراعة نخاع. جو ثلاثة أخوان له وثلاثة عيال عم من السعودية، كلهم عملوا فحوصات ولا شخص مطابق. طبعا كانت فرصه أكبر بكثير بإذن الله إذا عمل الزراعة. إيش الحل في كندا إذا شخص غير مو موجود مطابق له في كندا؟ زي ما قلنا في 69 تسجيل عالمي، لأنه كندا تتكفل بعلاج مواطنيها، فهم مجبرين بالقانون أنهم يرسلون لكل هذه الأماكن. إذا أنت أبيض أوروبي حتلاقي في ألمانيا، في بريطانيا، في أمريكا، في أستراليا، في أي دولة ثانية من الدول اللي عندها تسجيل. بالنسبة لإحنا عندنا مثلا لا العراق فيه تسجيل، لا السعودية فيها كم ألف، مصر، يعني الدول العربية طبعا إحنا مخنا أكبر من هذه الأمور. فيعني ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى، وإنه الله يلطف فينا. حصل قبل فترة في 2013 توفت واحدة إيرانية اسمها شيرزاد جباريان، هذه عملوا لها حملة كبيرة، عانت من نفس المشكلة. فكل ما يحصل أنه شخص ما يحصل متبرع تعمل حملة وكذا، إذا كانت جالية قوية وكذا يعملون له حملة وهذا، وبعض الأحيان تنجح وأحيانا يعني ما يجدوا، لأنه محتاج جهد جماعي، محتاج نكون برو أكتف، نسبق الأحداث ونشارك ونكون عندنا مشاركة في الأمور هذه، ندعم السجلات بناس يعني منا إحنا موجودين الآن. ممكن أنت تسأل سؤال تقول والله أنا جالس في كندا مثلا 4 سنوات 5 سنوات، ليش أتبرع؟
أولا أنت ما حتعتبر راح تسجل، الشخص اللي مستفيد منك هي المعلومات السرية، بس قد يكون ترى في بلدك الأصلي، أو قد يكون مثلا قريب لك من بعيد من نفس محلتك نفس قريتك نفس هذا، تتشاركون في بعض الأشياء الوراثية، موجود في بريطانيا أو في أستراليا أو في أي مكان في العالم، حيصل الشيء هذا، حيصل لتبرعك أينما كان. تمام. ثانيا بكل بساطة، إذا تركت كندا وأصبحت غير موجود، ترفع سماعة تتصل بهم تقول لهم أنا غير متوفر بعد اليوم، احذفوني من القائمة. ولكن خلال الفترة هذه اللي أنت موجود فيها 4-5 سنوات أو 6 سنوات تزيد أو تنقص، عندك فرصة كبيرة أنك تنقذ حياة إنسان، وأنا أعتبر هذا من أسعد اللحظات، أنك يعني الشعور أنك أنت يعني أحييت نفس، وانطبق عليك يعني قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهذا شرف عظيم أتمنى أن الجميع يعني يفكر فيه بهذه الطريقة. ومن أهم الأشياء أنه ممكن يكون طفل مثل هذا الطفل مسكين في المستشفى، قد تعيد الابتسامة له ولأهله وتحيي نفس، ويكبر الإنسان هذا وينجب وما ينسى لك الجميل هذا. طبعا في المعلومة سرية إلى حد أعتقد 2 أو 3 سنوات كل دولة تختلف، إذا الإنسان عدى من موضوع الزراعة وأصبح في حالة صحية جيدة يطلب منك الإذن، ويطلب منه الإذن أنكم تتعرفوا على بعض، وأحيانا يصير اللقاء ترتب بعض المنظمات الدولية ويكون لقاء يعني عجيب عجيب فعلا، يعني شخص أنقذت حياته يقابلك وتتراسلون مع الوقت، يقول لك والله أنا الحمد لله تزوجت، يعني يكون عمره زي هذا الطفل، تخيل يتزوج ويجيب أولاد وتكبر الأسرة وهذا وكله بفضل الله، وهذا شيء عجيب لأنه ما أدري يعني ما أتخيل أنا كيف خلاياي اللي أنا أهديت على شخص تعيش وتحيي هذا الإنسان بإذن الله، فيكون جزء مني موجود في هذا الإنسان، فهذا امتداد للإنسان، يكتب لك عمر آخر بإذن الله. فيه معاني كثيرة يمكن أنا ما أقدر يعني أني أجمعها يعني كلها في 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 بأسلوبي المحدود، لكن الموضوع أكبر مني يعني حتى أني أشرح. فنذكركم في حملتنا اللي سميناها ومن أحياها، هذا طبعا البروشور اللي استخدمناه وفيه بعض المعلومات ما أحتاج أني أكررها عليكم، ولكن فعلا من الأمور اللي أحب أركز عليها جهدنا كعمل تطوعي وجهدنا في سبيل إظهار وجه مشرق لجالياتنا ولديننا وثقافتنا، خصوصا في الحملة والهجمة اللي توجه ضدنا كدين وكمجتمعات، أنه إحنا ناس همجيين، ناس قتلة، ناس مجرمين، لا نقدر قيمة الحياة ولا نهتم بهذه الأمور، يظهرنا بمظهر جيد بمشيئة الله. فلذلك أدعوكم أنكم تشاركونا بمشيئة الله في التسجيل. أول مناسبة للتسجيل راح تكون يوم الأربعاء بمشيئة الله في مسجد الأمة الساعة 7 مساء. العمر المطلوب من 17 إلى 35، الشرط الوحيد أن يكون الشخص حالياً والله للأسف ما الله يحييك، وجودكم معنا يعطينا والله دفعة معنوية طيبة، يعني إحنا مو شرط أن الشخص يكون موجود حتى يسجل، وجودكم لأنه بيصير في تغطية إعلامية وكذا ويعكس صورة طيبة للجالية، أنه إحنا نقوم بعمل يعني فيه فائدة للبلد اللي إحنا فيه، لأنه من ضمن التهم اللي توجه لنا دائما إحنا غير مهتمين، يعني نيجي للبلاد ونحس أن إحنا ناس عايشين في عزلة وما نختلط بالناس ولا نشارك في نشاطات المجتمع، لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا بهموم الناس ولا ندري، يعني نعرف ناس مثلا يجي يدرس سنين طويلة مثلا ما يفتح جريدة يعرف إيش صاير في البلد، إيش هموم المواطن، إيش مثلا إيش صاير بالانتخابات كذا، لازم نشارك ولازم يحسون أن إحنا ناس، يعني لأنه هم مهيئين نفسيا انهم يعتقدون ان احنا ناس يعني اقل منهم من ناحيه الانسانيه، فلازم ان احنا نغلب الجانب هذا، فوجودكم ان شاء الله يعني مؤازره باذن الله وفائده كبيره، لكن للاسف هم محددين هذا الفتره لانه عمليه البروسيسنج والشغل على السجلات عمليه مكلفه، هم يحتاجون يركزون على الشيء اللي هم محتاجينه. النسبة الاثنيك جروب اللي يعني الناس اللي هم زينا من عرقيات مختلفه من سن 17 إلى 35 سنة تشكل كمجموع كلها 35% فقط،
5% فقط من المجموع المسجلين، فلذلك هم تركيزهم على هذا الشيء. طبعا ذكور وإناث ممكن تدعون يعني كل واحد اللي عنده أخت أو زوجة أو أحد يعني يشمل العمر هذا، بس ما تكون كندية، اللي متزوج كندية لا يجيبها لو تكرمتوا. ف يعني يدعوها أنها تشارك الساعة 7 مساء، تؤازرون إن شاء الله وتظهرون يعني مجتمعنا وديننا وثقافتنا بصورة جيدة، وإن شاء الله الله يكتب لنا النجاح والتوفيق، وشكرا لاستماعكم.